أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم في عين الحدث. وعين الحدث تدمع هذا اليوم إنجاز التعبير، وليست صافية كما نأمل. فإذا كان ملح الأرض أو عمال الوطن في ضيق وفي أزمة، فهذا يعني أن الوطن يئن وأن الوطن لا يتنفس أكسجينا صافيا. أزمة عمالية تنتشر في أبرز 6 نقابات أردنية: المصفى، الكهرباء، أمانة عمان، سكة الحديد، المعلمين، ونقابة البناء، واليوم بلغوني لا في شركة 7 لشركة طاقة. هل باتت الشركات أقوى من الدولة؟ هل الضعف الحكومي جرأ الشركات؟ هل باتت أموال الضمان نهبا حتى يتم استخدام أموال الضمان لصالح التقاعد المبكر وإعادة الهيكلة؟ أسئلة كثيرة يسرني أن أطرأها على ضيوفي في الاستوديو. السيد علي الحديدي، رئيس نقابة العاملين في الكهرباء. مساء الخير حديد. الحديد علي بيت. وحمادة أبو نجمي، أمين عام وزارة العمل السابق. مساء الخير عطوفتك. وخالد الزيود، ممثل المصفاة والبتروكيماويات وكل يعني هاي النقابات. أنا يعني حقيقة وبدي أبدأ باليمين، يعني أخي علي، اليوم إحنا أمام أزمة كبرى. هذه بواكير الربيع العربي، هكذا بدأت الأزمة في معظم العواصم العربية وبدأت عندنا. واليوم هل نعيد تكرار نفس الخطأ؟ ما الذي يحدث في الكهرباء؟ سيدي يسعد مساك، يسعد جميع مشاهدين اللي معنا هذا اليوم. وهذا موضوع اللي طرحته اليوم موضوع مهم جدا وخطير جدا بنفس الوقت، فيما يتعلق في النزاعات والإشكاليات وبداية الإضرابات والاعتصامات. نعم. وهذه الأمور اللي قد تكون مقدمة لأحداث أكبر منها. صحيح. وهذا ما نخشاه وهذا ما لا نتمنى. فيما يتعلق في موضوع الكهرباء، للأسف أحكي لك إياها يعني وبكل صراحة، هناك أيدي مرتجفة، مسؤولين حكوميين أصحاب أيادي مرتجفة لا يستطيعوا اتخاذ قرارات لحل نزاعات أو حل قضايا عمالية ما بين النقابة وإدارات هاي الشركات. هذه الأيادي المرتجفة عم تسبب مشاكل ونزاعات ما بين العمال وإدارات هذه الشركات. المحزن أيضا أنه هاي الشركات، بعض هاي الشركات حكومية، وعندما نلجأ للحكومة الحكومة لا تتخذ إجراء إما خوفا من اتخاذ الإجراء أو التوجه الجديد اللي صار عنا عند بعض مسؤولينا أخ عمر، بأنه العقلية اللي عم تدار في أمور الدولة تعتمد على الربح المادي وليس الخسارة الاجتماعية. يعني وكأننا نقول أن نظرية كانت بالزمانات طرحوها تيار الديجيتال لما قال بدنا ندير الدولة بعقلية الشركة، وكأننا الآن نلمس هذا السلوك. بالضبط. المشكلة أنه نتائج أنت في قطاع الخسائر مملوك حكوميا، الخسائر الاجتماعية لم تحسب لدى أصحاب القرار في الدولة الأردنية وفي الحكومة الأردنية. نعم. وأنت تتحدث عن قطاع معظمه مملوك رسمي أبدا. نعم. طيب. نعم. بدي أستأذنك عطوفتك، نأخذ النقيب الثاني وبعدين أنت تأخذ. أخي خالد، أيضا اليوم أنت أعلنت الإضراب في النقابة. نعم. يعني بصورة يعني ما الذي يحدث اليوم في مشكلة معلقة من 2012؟ من 2012. بداية أنا بشكرك على استضافتنا بهذا اليوم، يعني كان يوم بالنسبة لنا عسير وطويل حقيقة. احنا من 2012 تم التزام الحكومة بنقل كافة العاملين في الشركة اللوجستية، بحيث أنه أصبحت منشآت المصفاة موجودة في العقبة اللي هي المستودعات والمطارات ملك للحكومة، والتزمت بقرار حكومي بنقل كافة الموظفين مع كافة مستحقاتهم. خلال هذا الفترة ما بين
2012 لغاية هذه اللحظة لم يكن هناك أدوات للتنفيذ. لما الآن الحكومة كلفت إدارة للتنفيذ بلشت هاي الإدارة تتنصل من خلال طبعا الإجراءات اللي بتعملها عن هذا الاتفاق. الآن بيحاولوا يتصلوا مع شركات تشغيل، بيحاولوا يجوا على الموظفين اللي هم الأصل يكونوا عندهم، بيحاولوا يتعاقدوا معهم من خلال يعني مفاوضات جانبية. طب أنت كيف تتفاوض مع موظفين 420 موظف هذولا أصلا بقرار حكومي هم عندك، وكيف بتفاوضهم؟ لذلك هاي قضية. القضية الأخرى مصفات البترول اللي هي الآن عدد الموظفين فيها اللي يعملوا بشكل يأخذوا بشكل مباشر رواتب 3000 موظف الآن، منهم طبعا في 2000 أيضا سائق سهريج ل 2000 مركبة وراء 2000 مالك، يعني كان 4000. هناك شركات مساندة وهي خدمات النظافة، التحميل والتنزيل في المصفاة، الأمن والحماية، أيضا من بنى سوق الاقتصادي والتجاري مثل الصحة والغذاء على المصفاة، 10000 بني آدم وراهم 50000. الآن لما أنت صار لك بتفاوض على أساس أنك تنهي مشكلة موضوع العقد بينك وبين المصفاة، الآن من سنتين لغاية اليوم على أعطاء مهلة من أجل أن المصفاة تتوسع بموضوع التوسعة، لغاية اليوم وإحنا بنسمع بوعود أصبح 29/5 الشهر القادم موعد انتهاء المهلة. نعم. في حال انتهائها طبعا قبل انتهاء 25/4 تنتهي مهلة أيضا مصفاة البترول بالتعاقد مع الشركات الموردة للبترول. في حال انتهاء هذا الموضوع بالذات مع شركات كبرى وعالمية، أنت بتعرف مش دعسة زر بيجيك ثاني يوم هاي الشركات وتقدم بترول، بنتهي خدمات تتحول الشركة من تكرير لتخزين بدأ 400 موظف فقط من بين كل العاملين هذولا من 10000 موظف. هذولا وين بدهم يروحوا؟ معقولة مشكلة صغيرة تنتج مشكلة كبيرة؟ ثم الشركة الآن يسير العزيز مصفاة البترول مش بس اللي يتضرر منها موظفينها، الآن 20% رأس مال الضمان في مصفاة البترول. مجرد الإشاعات الأخيرة نزول الأسهم قيمة الخسارة لا 37 مليون دينار خسارة بس أسهم لا فرق سعر السهم. نعم. بداية الأزمة اليوم 37 مليون. طبعا هذا الموضوع لما تتحدث عن مع الحكومة اليوم لوزير المالية بنقول له أنت 153 مليون الأرباح اللي تقاضت الحكومة كخزينة من المصفاة عن عام 2017، طيب افترض أنك أنهيت هذه العلاقة مع المصفاة، منين بده يجيك المية تستغني عنهن؟ ثلاثة انسى الأموال هاي، 10000 بني آدم الآن هذول 100 حاكي فيها. لذلك المشكلة الآن هو ضعف وعدم جرأة في حال هذا القضايا بالضبط. لأنه ما في هناك للأسف مرجعية بكل تؤمن بمنظومة الحماية الاجتماعية لأهم من كل هذا التجارة. شكرا. أنا يعني اليوم نعرف أنك أمين عام سابق، ولكن على الأقل أنت ممكن أن ترشدنا إلى العقل الرسمي في إدارة هذه الأزمات. 5 سنوات أمينا عاما، هل فعلا الأيدي مرتجفة؟ هل لا يوجد لدينا آلية ولا الآلية عقيمة؟ يعني كيف تدير وزارة العمل اللي هي الجهة المسؤولة هذه النزاعات العمالية سواء على المؤسسات الرسمية أو المؤسسات الخاصة؟ شكرا. أولا يعني شكرا على الاستضافة. حقيقة في المنطق المعروف على مستوى علاقات عمل، نعم، النزاعات شيء يعني أنا بعتبره شيء صحي، والمفاوضات وحتى الإضراب على فكرة وهو يعتبر حق من الحقوق العمالية على فكرة، الإضراب وليس شيء سلبي أو ولكن الإجراءات الإجراءات طبعا. وكل دول اللي بتتزايد فيها فرص التفاوض، أنا أسميها فرص التفاوض لحل المشاكل ولتحسين الظروف العمل، هاي دول تعتبر متقدمة. وأعتقد أنه إحنا في الأردن يعني بالمقارنة مع المحيط فينا وضعنا من ناحية تشريعية أولا جيد، لدينا إحنا مصادقين على اتفاقيات أساسية مهمة على مستوى دولي، ولدينا تشريع وضع مفاصل أساسية لحل النزاعات العمالية، ولكن بحاجة لتطوير يمكن نحكي فيها. يعني للأسف هو يعني المسار القانوني، يعني اليوم عندنا 3 أدوات، العالم بيحكي عن 6-7 أدوات بالضبط. إحنا بالأردن أخذنا في تشريعنا الأردني مسار واحد، وهو أنه في حالة حصول نزاع أن يبدأ مندوب توفيق وهو موظف من موظفي وزارة العمل في محاولات لحل النزاع، ومع 21 يوم إذا فشل ينقل الأمر إلى مجلس توفيق يتشكل بالتساوي بين طرفي النزاع ويرأسهم رئيس مجلس يعينه وزير العمل، ومع 21 يوم ثم يحال الأمر إلى محكمة عمالية. أنا وجهة نظري
يعني من خلال التخصص ووجهة نظر المختصين في هذا المجال، أنه النزاعات العمالية لا يجوز أن تصل إلى مرحلة المحكمة العمالية، لأن المحكمة بطبيعتها هي جهاز قضائي يبت في نزاع يعني معروف بمستوى الحقوق المطلوبة، بمعنى أنه شخص بطالب بحق ثابت له بموجب حقوق بموجب وقائع معينة، ولكن النزاع العمالي هو عبارة عن مطالبة بامتيازات، مطالبة بحمايات، وهي لا تقدرها محكمة، يقدرها عادة مختصون. المشكلة أنه بقول لك حتى قرارات المحكمة مش عم تتنفذ. بالضبط. هذا جانب. وأحيانا قرارات المحكمة قد تخطئ المحكمة في مفهوم معين من الإجراءات، وللأسف هذا القرار نهائي. الحكم جربوا الإخوان في النقابات. مبدأ القضاء بقول الحكم عنوان الحقيقة، سواء أخطأ المحكمة، بس في أحكام مش ملزمة. صح. بالضبط. والحكومة بتلتزمش باتفاقيات هي خلد السجود. الحكومة وأحيانا قطاع خاص. هلا للأسف طبعا زي ما حكينا أنه هذا القرار النهائي بيكون للمحكمة العمالية ولا مجال للطعن نهائيا، وهذا شيء أيضا سلبي. لا يجوز الطعن في قرار المحكمة العمالية حسب القانون، وهذا شيء أحيانا قد يكون خطأ ولا يمكن للمحكمة أن ترجع عنه. تخيل الآن الأيدي المرتجف اللي بيحكي عنها هذا الجانب، أخونا علي وأخونا خالد. هذا الجانب اللي أنا بدي أحكي فيه. في عندك فرق بين النزاع الذي يتم مع قطاع خاص والنزاع اللي بيتم مع القطاع العام. للأسف نحكي بصراحة، القطاع العام غير مهيأ في كوادره لقيادة مفاوضات للنزاع لحل النزاعات، والإخوان أكيد لاحظوا هذا الكلام. على الأقل في بعض مؤسسات القطاع الخاص كان في تجارب متراكمة على مدار سنوات متعددة، حصل هناك بعض الخبرة. في الغالب أصحاب العمل يرفضوا التفاوض في البدايات عادة، وبعدين بيوصلوا إلى مرحلة بالقبول الواقع وبيشعروا أنه هذا واقع خاص، لأنه هذا حق من الحقوق الأساسية مش بس للنقابات، لكل الفئات العاملين سواء حتى في القطاع العام والخاص أيضا. ولكن للأسف في القطاع الحكومي ما في أجهزة متخصصة لقيادة، والإخوان اللي بيعانوا منه أنه مع مين نحكي؟ ما في جهة صاحبة قرار، ما في شخص متخصص بالتفاوض، ما في كادر معين مؤهل ومهيئ. ولهذا السبب نجد أنه أصحاب القرار متنوعين، نجد أنه ممكن يكون وزارة العمل، ممكن يكون وزارة الطاقة، ممكن يكون وزارة كذا، ممكن مجلس الوزراء، وبالنهاية بتضيع الطاسة ونجد في الإدارة أين هو القرار في حالة النزاعات. وزي ما شفنا أحيانا بيجي صاحب قرار بيقول لك أنا والله القرار السابق أنا غير ملتزم فيه. خلينا نقف، يعني أرجع لك علي بيك اليوم. يعني شركة الكهرباء أخونا خالد حكى عن أرباح 153 مليون، يعني إحنا مش قاعدين نحكي عن شركات خاسرة. صح. مش قاعدين نحكي والله نيجي نقول للعمال اتقوا الله بهالشركات يا أخوان، الشركات خسرانة، شركات رابحة. شو أبرز مطالب عمال الكهرباء عشان كمان ما نحكم سلف؟ يعني يا سيدي احنا في اللي تفضل فيه الاستاذ حمادة انا يعني بايده 100%. احنا مشكلتنا في عدم تنفيذ قرارات المحاكم اللي تصدر. يعني بتاخذ قرارات محاكم بتنفذ، بناخذ قرار محاكم ولما نيجي على المؤسسه ما بتنفذ. هذا واحد. لذلك انت هذيك اليوم قلت انا بديش ارد على الاضراب، بديش امشي قانوني. يا سيدي بالضبط انا هذا حكيته لمسؤول في الحكومه الاردنيه، قل لي أنه أنت رح تتعرض لعقوبة حسب القانون. قلت له إذا الشركة لم تلتزم بقانون، لم تلتزم بقرار محكمة، محكمة صدرت حكمها باسم صاحب الجلالة الملك، لم تلتزم بتنفيذه، كيف أنا بدي ألتزم بالقانون؟ أنا ما رح ألتزم بالقانون. نعم. الآن إحنا مشكلتنا إحنا يعني في عنا نزاعنا الأخير اللي أعلننا في التوقف عن العمل في شركة الكهرباء الوطنية. نعم. كان عنا قرار محكمة عمالية بال2002، وهذا القرار أجاز للعمال بأنهم يقضوا فرق مكافأة نهاية الخدمة. إجت إدارة الشركة طبقته على مجموعة من الموظفين خلينا نقول اللي لغاية 2002، وهم الآن معظمهم كبار موظفين، ولم تطبقوا على باقي الموظفين اللي هي الفئة الفنية، الفئة اللي تحافظ على ديمومة التيار الكهربائي، الفئة اللي تطلع على الأعمدة الأبراج اللي 50 متر و 60 متر واللي تتعرض للسقوط وتتعرض للإصابات، هذولا منعت عنهم تطبيق هذا القرار. يعني مكافأة نهاية الخدمة أعطيناها للي قاعد بالمكتب والمدير؟ لا، للي قاعد بالمكتب والمدير. نعم. وتركنا العامل الأصيل. قلنا بدنا تطبقوا هذا القرار.
قرار محكمة، قرار محكمة عملية. اجوا وقالوا بدنا نجيب تفسير للقناة، راحوا جابوا تفسير للقرار، الرئيس المحكمة أيد بأنه ينطبق على جميع الموظفين. عرفت كيف؟ برضو ما ردوا. فاجتمعنا في لجنة العمل في مجلس النواب، وكان حاضر وزير العمل، وزير المالية، وزير الطاقة، والثلاث وزراء مع رئيس لجنة العمل النيابية وأصحاب السعادة النواب أقروا بأنه يجب تطبيق قرار المحكمة، إلا أنه للأسف إدارة الشركة ظلت مصرة على عدم تطبيق. ما اكتفت بهذا الأمر، بل بعثت كتاب إلى رئاسة الوزراء كونها شركة حكومية أنه تكلفة تطبيق هذا القرار هولت الوضع 23 مليون. لما رجعنا لتكاليف 23 مليون، 23 مليون تكلفتهم على مدى 50 عام أخ عمر، 50 عام. بعض الأعوام، وهذا موجود عندنا في 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 كتب رسمية صادرة من الشركة، يعني بعض الأعوام تكلفة تطبيق هذا القرار لا يتعدى 20,000 6,000 حسب عدد العمال اللي عدد حسب العمال اللي يطلع. هاي إشكالية، هاي إشكالية عم نواجهها احنا في شركات القطاع العام. ايضا في القطاع الخاص، انا استاذ حمادة بيحكي القطاع الخاص عنده خبرة، لا عندنا مشاكل مع شركات القطاع الخاص. في عندك اصحاب فكر منغلق، ما عم تجاوبوا مع النقابة. احنا كنقابات عمالية في كثير من الاوقات عم نحاول انه نهدي الوضع في 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 بلدنا، نحاول انه ما نثير اشكاليات، لانه الجو المحيط في بلدنا ملتهب. احنا ما بدنا نساهم في اطلاق شرارة، ومثل ما تفضلت انت في بداية الحلقة انه الان في بداية هي شبيهة لبداية ربيع عربي للاسف. احنا كنقابات ما بدنا هذا الحكي، وهذه هذا من 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 هذا المنبر نحكي لاعلى مسؤول بهالبلد، لا رئيس الحكومة، يا رئيس الحكومة انتبه للوضع اللي عم يصير في النزاعات العمالية. احنا بحاجة اخ عمر الى ناس متفتحين، لا متفتحين عندهم فكر للحوار. الحوار الاجتماعي ضروري، متى ما وجدت الحوار الاجتماعي اوجدت العدالة الاجتماعية. صحيح. احنا للأسف نفتقد الى الحوار الاجتماعي المبني على الاحترام للشركاء الثلاث. اخي خالد، يعني ايضا احنا اليوم امام مشكله واضحه، انه الحكومه الجهات المعنيه تقرا او تترك، يعني تقرا القرار بالدلاله الرقميه ولا تقرا في بعد الاجتماعي وفي بعد السياسي وفي بعد الوطني. طيب انتم كاصحاب خبره، وانا بعرفك انت نقيب يعني متمرس والاخ علي، هل وضعتم الحكومه الجهات الرسميه بهالصوره؟ قلت لهم يا اخوان يعني عن اي كلفه بتحكوا؟ هل في رسائلكم بتوضحوا الصورة ولا زي ما قال لنا الأستاذ علي أنه 23 أو 50 سنة قالوا له بجوز على سنة واحدة؟ إذا سمحت لي، يعني حقيقة لو تطلع على حجم المذكرات واللقاءات اللي كنا إحنا بنتحدث فيها، لم نتحدث بالبعد الاجتماعي فقط لعمالنا، تحدثنا بالبعد الاقتصادي ودور مصفات البترول كحاضنة وطنية، دورك كخط أمني للوطن. عندما يعني تحدثنا وتسلسلنا مع الحكومة منذ تأسيس الشركة، حين أسست كانت أصلا تأسيسها قائم على محنة وطنية أشبه باليوم، لما جلالة الملك كان يعني أسسها لظروف كانت صعبة جدا ونجح التحدي بمصفات البترول. الآن مصفات البترول في ظل 20 عام بعلاقتها مع العراق كانت تأخذ 300 مليون منحة الشعب الأردني من العراق، هذولا كانت منحة بجد للحكومة الأردنية من كنفط. الآن الشركة الوحيدة المملوكة وطنيا للأردن ولا شعب الأردن وهي برأس مال وطني وكفاءات، الآن مصفات البترول. لو افترضنا الآن أنه هذا المصفى انتهى دورها، مين بحجم علاقاتك مع محيطك الآن تأخذ منح نفطية؟ هل المانح راح يعطي لتاجر سوق بيجيك؟ اثنين، انت الان لما بدك تتحدث عن الان محيطنا، الان قديش بدفعوا الفاتوره في لبنان بس للطاقه للكهرباء؟ بدفعوا فاتورتين، فاتوره العداد الرسمي وفاتوره المقاوله، لانه الكهرباء باسبوع تنقطع تجي يوم، باليوم ساعه احيانا. الان تعال على محطات الوقود بالشارع بتلاقي احيانا يوم ما فيش بالمحطات بنزين. مصفات البترول تصور الان باعز باسوء الظروف، بالشتاء بالبرد بالثلوج، ما انقطع المواطن بفضل الله. الغاز الان يباع بالمصفاه للاسف بالخساره، وما استخدمت حقها ودورها بالربح، تراكمت ديون عليها وقت انقطاعات الغاز وهي بتجيب 2 مليار دينار
على أساس أنه ما ينقطع المواطن الأردني. الآن يا سيد العزيز 600 مليون بس الآن ديون على الأمن العام وعلى الحكومة. هذول الديون 600 مليون لغاية هاي اللحظة ما تم تسويتهن. الآن لما تتحدث عن شركة حقيقة لو بكرة أنت خط التابلاين اللي يجي من العراق قاعدين نحكي لهم الآن بالاتفاق وتم عليه. طب حصة الأردن من البترول ما بدك شركة تعيد تأهيلها وتكريرها؟ نتحدث عن الصخر الزيت الآن اللي موجود، نتحدث عن استكشافات توضع في البترول الوطني عليها ملايين. هاي أي استخراجات ما بدها شركة تعيد تكريرها؟ أنتوا تنهوا شركة وطنية الوحيدة اللي ظلت وطنية بأيادي وطنية برأس مال وطني. لصالح من؟ لصالح من؟ أنا بقولهم كالتالي، عندنا 10,000 عامل مستعدين، إحنا ما بدنا فلوس ولا بدنا تعويض منكم كحكومة إذا كان مصلحة إهداء لكل الشعب الأردني مقابل أن نطلع ما عندي مشكلة، لكن لصالح من الآن طالما أنه الشركة 400 مليون أرباحها خلال الثلاث سنوات الماضية، آخر سنة 153 مليون، أنت تتنازل عن هذا الأرباح لصالح مين؟ وين البديل؟ وهذه حصة غير الضرائبها، غير الضرائب. هذا 153 مليون أرباح صافي. ضريبة المبيعات غير ضريبة الدخل غير الضرائب. 34 ألف مواطن أردني الآن يا سيد العزيز مساهمين من مصفات البترول. تصور هذه، هذا الشركة العملاقة، هذا الشركة اللي تعتبر بصراحة أمن. مين اللي جود العسكري والدبابة والطيارة؟ إحنا بدنا شركات الآن تمارس علينا سياسات، وبالتالي الآن مين شركة بتجيك مستعدة تشتغل تنمية وطنية لك؟ لذلك أنت ليش تحط الوطن تحت قرصنة شركات؟ أعطيني الآن مع خبر الشركات اللي قاعدة بتجي بتشتغل بعقود للعمال بالباطن، يعني أي كازية الآن لا توتال وبعلنها، خليهم يحكوا زي ما بدهم. أنا مش ضد الاستثمار، أنا مع الاستثمار وأنا بدعم كل توجه للاستثمار، لكن الآن هذا توتال. وبالمناسبة كان في لبنان مؤتمر مدعي عليه من أجل توتال وأنا ما قدرت أروح لأجل قضية عمالي. هل تعلم كل محطة بنزين في الأردن لتوتال عليها مقاول؟ المقاول العمال ما بيشتغلوا بتوتال، بيشتغلوا عند المقاول، يعني بمعنى أي لحظة ما بدهم إياهم ما لهم علاقة فيهم، هم مع مقاول باسم عقود بالباطل، وهي أسوأ أنواع الاتجار بالبشر. أي أمن وظيفة الآن نبتغي من خلال سياسة؟ خلينا نكون واقعيين. بس بدي الحق لأنه أثرت قضية بمنتهى الخطورة، والآن الأستاذ حمادة بيشتغل بهذا الجانب، يعني التمييز بين عمال العقبة والأردن وكأنه دولتين، جمهورية العقبة المملكة الأردنية الهاشمية، عقود الباطل. ثم هل حقيقة أن أيضا النقابات تستقوي على أصحاب العمل وعلى العمال في قضايا من هذا الشكل؟ لا أبدا، مش لأنه إخواننا موجودين، نعم، بس واقع الحال بيحكي بأنه واجب النقابة عادة أن تطالب بامتيازات، أن تحسن ظروف العمل، وكل شيء خاضع للتفاوض. يعني مطالبهم غير معقولة، مش منطقية؟ لا أبدا أبدا، يعني لأنه لو طالب، وأنت الآن يعني عندك متابع عمالي مهمة وبدناش نجامل بعض، يعني كثير من الأحيان قد يعني تفشل بعض نقاط المطالبات لأسباب تفاوضية، بمعنى أنه بتم المطالبة بعدد من المطالبات وبعضها يتم الاستجابة له، بعضها يتم التوصل إلى حل وسط ولا آخره. بس القضية يعني يبلشوا بعض عمال توتال، بس للمناسبة يؤكدوا ما يقوله الأستاذ خالد أزيو إنه عقود من الباطن، إحنا مش بنشتغلش بتوتال. صحيح، إذا بتحب ننتقل لهذا الأمر، هذا أنا بدي أشوف كثير من الشركات هذه تجار بشر. بالضبط، هذا حكي مش فقط في الأردن، أصبح في المنطقة، نعم، يعني موجود شركات متخصصة بالتشغيل، يعني نعم، بمعنى شركات توفر لك، أنت بدك تفتح شركة في الأردن نفترض، بتم التعاقد مع شركة متخصصة بجلب العمال واختيارهم وتعيينهم على مسؤولية الشركة الوسيطة. عظيم. ويبقوا هم متابعين للشركة الوسيطة، وهذا شيء للشركة يعني مش لقاول فرد. بالضبط، يعني قصدي مش للشركة الأصلية اللي هي بكل دول العالم. في شركات خدمات، أنا بدي واحد ينظف بتصل فيه بقول له بعت لي واحد. هذه خدمة. هذه خدمة شيء يعني إيجابي عادة، ولكن ما يحصل هو التعاقد على مدى سنوات، بمعنى أنت راتبك بتاخده من الشركة الوسيطة، تستمر في عملك مرتبطا وظيفيا بالشركة الوسيطة وليس بالشركة اللي تبلداهم فيها، وهذا شيء طبعا خطير وإله يعني جوانب سلبية احنا حذرنا منها في وزارة العمل منذ فترة، وحكينا أنه هذا الأسلوب من العمل غير مقبول في الأردن، لأنه عادة العلاقة العقدية يجب أن تكون مع الشخص المشغل بشكل مباشر، وحصلت في كثير من الأحيان من التجارب، وأنا لا أذكر بالتحديد أعدادها، ولكن حصل أنه المستثمر نفسه غادر
وباقي العمال موجودين في امام شركه وسيطه بتحكي لك انا ما لي علاقه. المستثمر فاض؟ المستثمر كذا، ممكن ترفع قضيه ونشوف شو نتائجها. عندنا في قضية، وهذا الامر حصل في عدد من الشركات. ولهذا السبب انا بعتقد خاصه الشركات المملوكه للحكومه او جزء منها مملوك من الحكومه، يجب ان تكون حذره الحكومه في هذا الجانب، وان لا تسمح بان يكون هناك وسيط مشغل يتولى امور العاملين، رغم انه الحجه والمبرر عند البعض بانه والله احنا اداريا ما بنلبس حالنا في هالتفاصيل. لا، هو الاصل أن مسؤولية المؤسسة المشغلة اللي هي الأصلية مسؤوليتها أن تتواصل مع العاملين وأن يكون علاقتهم مباشرة، لأنه أكيد الهدف الرئيسي من هذا الأسلوب هو التهرب من المسؤوليات، وخاصة في مواجهة المطالبات النقابية، في مواجهة النقابات العمالية وإلى آخره. خلينا بدي أوقف هون عند ذاك، أعطيكم نفس تشرب مي ونطلع فاصل، لأنه واضح كل قضايانا الوطنية اللي بنحكي فيها بتنش فريق. فاصل ونواصل. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين. كنا قد قطعنا يعني العزيز حمادة أبو نجمة عطوفة الأمين العام السابق لوزارة العمل. يعني دائما إحنا بقينا نظل نضحك بالدستور ونظل نقول إذا أردت أن تقرأ الدستور الحقيقية فقرأ سلة مهملات رئيس التحرير، لأنه المقال اللي بنحكى بكبه. فاليوم يبدو أنه ما اللي بنحكى تحت الهواء هو اللي أخطر من فوق الهواء، فأنا بدي أفسد اللي فوق الهواء. يعني الإخوان بيحكوا عن قضايا احتيال، أنا عامل، أنا موظف في شركة الكهرباء وأخوي خالد موظف في شركة الكهرباء، أنا عن نظام هو عن نظام، في شركات بتشغل ناس بعدين بتفض، وأنه عمالنا يعني هلأ بعتوا لك سؤال للأخ خالد شو اللي بصير؟ انت وين وزارة العمل؟ وين الحكومة؟ وين الدنيا؟ شو هذا الكلام صحيح وبيحصل، ولكن انا مش بدي ادافع عن وزارة العمل. نعم. برا وزارة العمل، ورغم ذلك مش دفاعا عنها، ولكن وزارة العمل تطبق قانون. القانون للأسف، واحنا نطالب من الثمانينات نطالب بتعديل القانون فيما يتعلق بالمساواة بالأجور، يعني هاي النقطة اللي ذكرتها. نعم. هاي تسمى في المعايير الدولية، احنا مصادقين، الأردن مصادق من الستينات على اتفاقيتين مهمين تعتبروا من مبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، خاصة بالمساواة في الأجور والاستخدام. النقطة اللي حكيناها اللي هي بتتعلق بأنه يكون موظف بقدر أنا أعمال على عمود كهرباء ضمان اجتماعي وتأمين صحي ودنيا، وهذا على عمود كهرباء ب 300 ليرة؟ لا، ممكن يكون عمله يعني أخف وأقل خطورة بياخذ أكثر، والعمل الخطر وكذا بياخذ أقل. هذا طب مش هاي الاتفاقية ملزمة للقانون؟ هي ملزمة للأردن بأن يوفق قوانينه معها. احنا طلبنا منذ سنوات واحنا نطالب، والحمد لله الان من تقريبا الشهر الماضي لجنه العمل وافقت على المبدا هذا بان يضاف الى القانون مبدا الانصاف بالاجور. او قانون العمل صار له 4 سنين، لا اكثر، من 2010. لا مش عدلوا قانون عشان يمنعوا ابناء قطاع غزه حزانا من الشغل؟ لا، هذا كان قرار، بس هو في 2010 للاسف قانون العمل موجود الان في مجلس النواب. لا، حكومه عبد الله نصور زمن نضال القطامين. لا، هذا كان قرار مجلس وزراء بمنحهم. نعم. تسهيلات معينه، ولكن شو تسهيلات ذبحوه بالضبط الان في وضع، واحنا على فكره في نفس تعديلات. نعم. القانون الان طرح قضيه شبيهه. نعم. ف يعني مؤخرا لحسن الحظ وافقت لجنه العمل في ضمن القانون هذا اللي من 2010 ما زال ينظر، وافقت على مبدا المساواه بالاجور ووضع نصوص قانونيه تمنع التمييز وتعاقب على من يميز. ولما نحكي عن التمييز مش أنه أقارن بين موظف وموظف في نفس الوظيفة، لا، قد يكون الحارس أعطيه راتب أكثر من المدير إذا كانت مستوى الخطورة وطبيعة العمل والمشقة، يعني بمعنى قيمة العمل التي تحدد. هل سنجد من يطبق مثل هيك تعليق التشريعات؟ نأمل. وإحنا كنا اليوم كنا في تحالف وطني. نعم. من منظمات المجتمع المدني للدفع باتجاه القبول بهذا التعديل، هذه التعديلات بالتحديد. نعم. وأعلننا بيان في هذا الخصوص. نأمل أنه تحت القبة كما وافقت لجنة العمل على هذه المبادئ أن توافق عليها، أن يوافق عليها مجلس النواب، وهذا ليس ترف، هذه الصياغة ليست ترف، هذه مبادئ دولية تنعكس عليها حقوق آلاف لا بل عشرات الآلاف. نعم. من العاملين. ومستوى أمن اجتماعي ومستوى أمن. وعلى آلي. فكرة خلينا أوضح سريعا يعني. فضل. إنه النزاعات اللي بنذكرها الآن سواء في القطاع العام أو الخاص أو غيرها كلها إذا استعرضت أسبابها
الرئيسية عدم العدالة بين العاملين. السبب الأول، إذا بتشوف أنت العوامل اللي بتأدي إلى النزاعات، جزء منها بتعلق، الجزء الأكبر طبعا بتعلق بالأجور والامتيازات والفوارق اللي بينهم وعدم وجود نظم قانونية عادلة في المؤسسات سواء قطاع عام أو قطاع خاص والفروقات، والجزء الآخر بتعلق في الهيكلة وإعادة الهيكلة وعدم الاهتمام عند مراجعة وضع مؤسسة معينة سواء حكومية أو غير حكومية في إعادة هيكلتها أو تصفيتها، عدم الاهتمام بحقوق العاملين أو وضع العاملين بوظائفهم وعدم استبدال وظائفهم بوظائف أخرى. وبالتالي هذا في الدول المتقدمة عادة قبل أن تنظر في عملية تصفية شركة أو مؤسسة أو بيعها يجب أن تهتم، وهذا نص قانون العمل موجود، يجب أن تبحث عن الحلول للعاملين قبل أن تبدأ بأي إجراءات أخرى. كيف بدك تحفز استثمار وكل هذا التحفيز الفاضي بدون قانون عمل عصري وحضاري بالضبط واحترام. هذا اللي إحنا ما نبحث عنه، عملية إعادة الهيكلة لها إجراءات، وإحنا طرحنا ومطروح الآن بعض التعديلات على هذا. أخي علي يعني أنا بدي أتعقب على اللي بتكون إياه أنت أخوي خالد، لأنه أنتوا أصحاب الغرب. نعم. اليوم هذيك المرة أحد الإخوان في النقابة قال أن كل الزيادات المبررة على أسعار الكهرباء غير مبررة وغير لازمة، وأنه مش صحيح هذا الحكي. من أهلها نسأل. أنا قبل ما نحكي في موضوع أسعار الكهرباء بدي أتابع ما أنت أستاذ حمد فيما يتعلق في موضوع الحلق، أسباب النزاعات. نعم. ومن مين هو السبب الرئيسي في زيادة النزاعات. أنا بدي أحكي من هذا المنبر، الحكومة الأردنية هي سبب رئيسي من الأسباب زيادة النزاعات بسبب عدم وجود قانون عمل عصري. احتفلنا العام الماضي أن النزاعات الأجمالية رجعت 23%. لا يا سيدي، لا يا سيدي، لا يوجد قانون عمل عصري في الأردن يساهم في حل النزاعات العمالية. وأنا أحكي لك كمان أنه قانون العمل الأردني لا يحمي العامل الأردني. الآن العامل الأردني في أي منشأة معرض للطرد، وأقصى شيء ممكن يأخذه أنه يأخذ نص راتب عن كل سنة خدمة، غير هيك ما فيه. صاحب العمل له الصلاحية المطلقة في إنهاء خدمة العمال، هذا واحد. الشغلة الثانية فيما يتعلق في عدم العدالة والمساواة ما بين العمال في نفس المنشأة ونفس قيمة العمل. يعني أنا حكيت يعني في نفس المنشأة ونفس قيمة العمل. أنا حكيت قبل شوي تحت الهواء، قلنا إنه إحنا في عنا ظلم مجحف عند عمالنا، في عنا عمال العقود محددة المدة، وهذا بالقانون. القانون صاحب المنشأة بقول لك أنا بدي أطبق قانون. لما يجي عين عامل فني بعقد 300 دينار وهذا العامل يطلع يشتغل على الأعمدة ويمارس دوره ويتعرض للمخاطر ويشتغل هو وزميله على العمود، هذا بعقد 300 ليرة وإله محروم من كل الامتيازات، وهذا براتب جيد وإله كل الامتيازات واستقرار واستقرار وظيفي. عرفت كيف؟ أعطيني كيف ممكن هذا بده ينجز بشكل جيد ويعطي الوطن بشكل. عندنا 120 عامل موجودين في شركة الكهرباء الأردنية، هذول بعقود محدودة المدة، هذول للأسف رواتبهم متدنية جدا. مع الكهرباء ولا لسه في واحد موظف برانية؟ لا لا لا، هذه مع الكهرباء. هسه بدي أجيب لك على الثاني. هذول 120 عامل بعقود محرومين من أي امتياز يتمتع فيه عامل الكهرباء. تأمين صحي لما يترن عليه مرته هو على العمود، ألو ابنك والله مريض وين أوديه، يحتار وين ودي يروح، لأنه ما في عنده رواتب، ما في راتب ما بكفي، فيش شيء تأمين صحي. أسألك على الأرباح عشان أسألك عن هذول الأرباح يا سيدي. شركات الكهرباء هسه على في ناس تانيين بيشتغلوا برضو هيك بالباطن. هسه في عنا كمان شركات للأسف بلشت شركات الكهرباء تتعاقد مع شركات من الباطن لقراءة العددات للعمل العمال الفنيين، مثل عنا شركة غرندل. شركة غرندل عم تعين تجيب عمال فنيين غير مدربين وتنزلهم على الميدان ويشتغلوا مع عمال الشركة الفنيين، لذلك تعرضوا لإصابات عمل كثيرة وأحد العمال استشهد وبدون أي حماية. ووصلنا لوزارة العمل واشتكينا وزارة العمل ووقفنا وعملنا اعتصامات وضربات. عرفت كيف؟ الآن هذا القانون تيجي على صاحب العمل يقول لك أنا بشتغل قانون. يا أخي عدل القانون، أعطي امنع التمييز في الأجر، امنع التمييز في الأجر. ليش أنا أجيب شركة من الباطن؟ هذا التجار بالبشر يا سيدي، التجار بالبشر، وفي مخالفات وفي شغلات أكثر من هيك، في أكثر من هيك. الآن هذا الحكي كله تحت نظر الحكومة.
خاطبنا وزارة العمل، خاطبنا الشركات، الشركات طلبنا، إحدى الشركات طلبناها مشان الله صنفوا عمال العقود، صنفوهم، صنفوا أعطوهم حقهم. لغاية الآن، لغاية الآن ما في رد. شوف لي بكرة، بكرة بكرة أخ عمر لما تسمع إنه عمال العقود وقفوا بالشارع، وقفوا بالشارع بيتهموهم بانهم هذول محرضين وهذول ارهابيين وهذول وهذول وهذول. قديش ارباح الكهرباء؟ ارباح الكهرباء ولا مبرره نسبه الارتفاع. في عندنا شركات الخصخصه، نعم خصخصه، دخلت الخصخصه على قطاع الكهرباء، وللاسف قضيه خصخصه الكهرباء هاي انا من هذا المنبر ومن محطه اليوم الاردن اليوم طلبت في زميلي نائب، قلت له أتمنى عليكم تفتحوا ملف خصخصة قطاع الكهرباء، يعني الوضع مزري جدا. الآن الأرباح اللي تتحقق لدى شركات الكهرباء خيالية، ومع ذلك كيف بخسروا سيدي؟ ما في شركة خسران، شركات توزيع تربح غصبة عن شركة الكهرباء الوطنية، غصبة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تربح، وكل ما نزل ربحها رفعوا التعرفة على المواطن على أساس يجيب الأرباح تبعهم. الأسعار اللي سألت عنها قبل شوي، أسعار الكهرباء اللي هو تحت بند فرق أسعار الوقود. يا سيدي إحنا هاي أنا بقول لك ارتفاع غير مبرر، وهذا عبء كبير جدا على المواطنين، يتحمل المواطن للأسف المفروض أنه تنخفض تكلفة أسعار الكهرباء، لأنه إحنا الآن قاعدين نستخدم الغاز، الغاز تكلفته بسيطة جدا، عندنا آبار الريشة عم تنتج غاز وعم نولد كهرباء منها، بطلنا نعتمد على الوقود الثقيل عالي التكاليف. فالحسبة الآن اللي عم تحسبها هيئة تنظيم الكهرباء، واللي نتمنى إنه نعرف كيف تنحسب هاي الحسبة، هي للأسف الهدف منها زيادة تعرفة الكهرباء على المواطن. وأنت لما تزيد فلس، وهاي يجب أن يعرف المواطن، لما تزيد فلس واحد، أنت تبلغ عائدات هذا الفلس لشركة الكهرباء الوطنية 17 مليون دينار سنوي. كل فلس رفعوا 15 فلس، اضرب يعني 17 فأنت تقول لي الآن الشغلة الثانية فيما يتعلق شركة الكهرباء الوطنية، الآن كربح تشغيلي عندنا بحدود 230 مليون دينار ربح تشغيلي. أنا لا تحملني سياسة الخصخصة كمواطن وكموظف وكعامل في شركة الكهرباء، لا تحملني سياسات قرارات سياسيا شركة رابحة 230 مليون دينار، وتقول لي أنا شركة خسرانة. لا إله. أنا أتمنى على الحكومة أن تبدأ بالتفكير الجدي لإعادة صياغة قانون العمل، بحيث أول إشي تحسين وسائل حل النزاعات العمالية. خمر إذا حسننا وسائل حل النزاعات العمالية، أضفنا عليها بعض الوسائل الحل مثل الوساطة، التحكيم غيره. نعم. الآن تنظيم الإضراب، إحنا كنقابات عمالية على فكرة عم نطلع ونوقف بالشارع، نعتمد على المادة 135 من قانون العمل، ونبلغ ونشعر المؤسسة قبل 28 يوم أو 14 يوم. نتفاجأ بوزارة العمل تقول لا إضرابه غير قانوني. إن إحنا بطلنا نعرف شو القانوني شو اللي مو قانوني. طيب. هذا الإضراب حق إلنا موجود في قانون العمل. الحكومة تقول طيب خالد الزيود. ها؟ كنا دائما نتابع خالد الزيود مخرج على الوقت، واضح إنه يعني. أنا ما راح أطول، بس أنا والله موضوع مهم جدا أخ عمر، موضوع مهم جدا. إذا بدنا إحنا نحقق العدالة الاجتماعية يجب أن ننظر إلى قانون العمل الأردني. نعم. موضوع إعادة الهيكل المادة 31 هذه سيف مسلط على العمال. أي شركة الآن من شركات الخصخصة بدها تروح مجموعة من العمال وصارت معنا في شركة توليد الكهرباء، اشترتها شركة أكوا باور سعودية وبدأت بترويح العمال، وقفنا احنا كنقابة غيروا السيناريو بأنه أعطوهم عروض اختيارية. الآن حتى العروض الاختيارية هي زيادة لنسبة البطالة وزيادة تكاليف الضمان الاجتماعي. نعم. عرفت كيف؟ احنا بحاجة إلى استقرار تشريعي، بحاجة استقرار وظيفي، بحاجة إلى الأمان الاجتماعي الموجود. هذا اللي يعني أخوي خالد، أنت من فترة وأنت بتصيح على التقاعد المبكر وعلى الخصخصة وعلى البطالة، اليوم معدل البطالة 18.5. قطاع الطاقة بجوز قطاع المصفاة حمى مدينة، يعني في مدينة نما اقتصادها على مؤسستين كنا نسميها مؤسسة العسكر، العسكر
والمصفات أنتجت عنا المدينة الجميلة الزرقاء. اليوم هذه البطالة كيف بدها تنعكس؟ كيف بدنا نسوي في ناس شغالين؟ أنت بتقول لي يعني سايق الصهريج هذا بجوز عنده 7 أسرته. نعم صح. يعني والمصفاة أيضا تحقق غير الربح 135 مليون إذا عندك الأرقام اللي بتحققها المصفاة للخزينة. سيدي أولا يعني حقيقة أنا بصراحة وبعندي تعلق على حكاية الأستاذ علي والأستاذ حمادة يعني حول الخصخصة واللصلصة لا شك يعني الآن إحنا للأسف الشديد خلينا نحكي بكل صراحة يعني كل الشركات اللي الآن تمت الخصخصة فيها خرجت نحكي بصراحة من بعدها في السيادة الوطنية بدلا لأنه شركة الكهرباء بيوم من الأيام اتخذوا قرار من دبي روح فيه العمال علما قانون التخصصية رقم 25 لعام 2000 اشترط أنه يكون في السهم الذهبي يعني السهم الذهبي اللي هو الحماية الاجتماعية موجودة بيد الحكومة يفترض دائما وأبدا تكون في السهم الذهبي في حالة الخاصة. للأسف الشديد أصيغت هذا الموضوع أصيغ بطريقة اللي إحنا الآن نتوخى منها الاستثمار هو الاستقرار نعم. وبالنهاية تشغيل العمال. الآن لما تحدثوا زعماء عالميين قبل يومين ما الرئيس الأمريكي بيقول أنا حققت كذا هذا بيشغل كذا أنا حققت هذا بيشغل كذا. طيب احنا الان 10,000 عامل ما انتوا قاعدين تعملوا ايام وظيفيه مشان يشتغلوا 2-3 وبتطبلوا الدنيا. 10,000 موظف الان كافيين خيرهم وبشرهم وشركه بتصرف عليهم وبتصرف على اولادهم وقاعدين بعطوكم كمان ارباح. طيب انتوا بتفرغوا هذا القطاع مشان ايش؟ مشان الوطن. طب الوطن بخير وهي قاعد تعطيكم ارباح العمال هيهم بيشتغلوا. اثنين هذه منطقه قائمه عجلتها الاقتصاديه على تواجد هذه الشركات. احنا تعتبر الزرقاء مدينه النفط والطاقه بالنسبه لموضوع الكهرباء شركات الكهرباء وشركات البترول. هلا انت تتحدث عن تدوير عجله الاقتصاد قديش انسان يستفيد الان بموجب وجود هذه الشركات لما بتفرغ هذه المناطق من التنميه التنمية وتمكين المجتمعات محلها. وين السياسات اللي الآن نحكي لا مركزية من أجل إيش؟ من أجل إن إحنا أصلا بننمي مناطق الأطراف. الآن تيجي على العقبة. الآن عقبة نحكي والجنوب منطقة يعني للأسف خلنا نحكي بكل صراحة فيها بطالة تيجي يعني حقيقة عدم تواجد القطاع الصناعي بالشكل المطلوب وجود بعد يعني بصراحة جغرافي ظروف صعبة. الآن أنت بدك تقول لي 420 موظف تروحهم قيسوا على نسبة السكان قديش راح يكون يكون في خلل بيهم وين تواجدهم تمنع لمين الشركة اللوجستية فهي. اللوجستية مملوكة للحكومة ولعلمك أنا بقول يعني لك إذا سمحت لي هذا اللي أنا بدي أحكيه وهذا اليوم أنا اللي سألت عنه واليوم على فكرة تحدث فيه سعادة النائب عبد الرحيم البقاعي سابقا هو عضو مجلس إدارة في مصفاة البترول لما وقعوا اتفاقيتها كان في شرط محطوط على أن لا تباع. لا وين أسقط الشرط؟ لماذا أسقط؟ هذه الشركة لعلمك هذه لا تخسر عبارة عن مستودعات والآن بنوا في المضون راح يبنوا بإربد كل الآن مدخلات كان في شرط أن الشركة اللوجستية الأصل لا تباع الآن تغير الشرط؟ أنا بقى الآن لا يوجد ضمن هذا للأسف الاتفاقية موجود الآن لما بتتحدث عن شركة بتربح ما فيش عليها خسارة ش عليها كلف نهائيا وراح تحتاج 1000 موظف زيادة 1000 موظف. طب أنت عندك 420 هذولا منهم المهندس منهم الخبير منهم الكفاءات عمال بشركة لما حصل بها بفضل الله مصفاة البترول سواء في الزرقاء أو لغاية اللحظة وأنت بتعرف مصاف العام شو تصل إلا هذه الشركات محمية بيرت الله وكفاءة عمالها. كل شركات الخليج لما يجوا على الأردن بيختاروا موظف المصفاة مباشرة تلقائيا بدون فحص. الآن أنت بتجي بتقول أنا بدي أجيب والله خبرات. طيب كيف بتجيب خبرات؟ ما يوم عندك هذول عندك 420 عندك تستفيد منهم وزعهم هم يديروا قطاعك. أنتوا أصلا اللي جايين تختاروا واللي وضعتم الحكومة لا تملكوا خبرة ولا تملكوا مهنية ولا كفاءة العاملين الموجودين داخل الشركة كيف تنظروا عليهم وأنتوا لا تملكوا كفاءتهم. القضية الأخرى الآن لما بتحدث الآن على موضوع ياسين العزيز إنهاء العقود هذا أعطي أحكي لك بكل صراحة على طبق من ذهب لأصحاب العمل وليس الوطنيين. إحنا أصلا كنا نحكي على العمل الشركات الوطنية الآن نتباكى عليها. إحنا للأسف خلينا نحكي بكل صراحة إحنا يعني الآن الشركات تم الاستثمار فيها من قطاعات خارجية خلينا نحكي بكل صراحة سلموهم قانون عمل هيئوا لهم بأحكام المادة 31 تنهى عقودهم العاملين بحجة إعادة هيكل وتنظيم. بمعنى إحنا 5 كراسي الآن اطلعوا فوتوا بنلاقي كرسيين بدي أروح 2 منكم يعني 2000 بدي أروح 2000 وبعدين نرجع للضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي سيد الآن
خلينا نكون واقعيين نحكي بمنطق. هالشيء الآن لما بتتحدث على التقاعد المبكر، أنت التقاعد المبكر كنا نحكي عنه قبل فترة وتذكر وصيحنا عليه. الآن لما يروحوا 10,000 هذول لو ما فيه، إذا ما في عندهم نظام تقاعد مبكر وين يروحوا؟ بروحوا للشارع. أنت بدك تحكي عن منظومة اجتماعية تتغير، عن تحليل، عن تغيير سلوك هذول. هذا بنغير. الآن بنزل هذول على الشارع، خلينا نحكي بكل صراحة، تتوقع منه هذا الفقد رزقه وفقد وظيفته، بده يقول لك شكرا يا رئيس الحكومة، شكرا يا وزير العمل، أي هذا الآن إرزاقه انتهى رزق أولاده، والآن قتلت أسرته، نعم. والآن أقول لك عندما تنتهي إرزاق أطفال عمالنا تزيل كل الأقنعة، خليني أحكي لك بصراحة، وتنكسر كل الحواجز، وتنتهي كل ما يتعلق بالمطلوب مني، ويبدأ الآن المطلوب منك، والمطلوب منك الآن أمام عينك بدك تشوفه، لأنه الآن خلينا نحكي بموضوعية 30 ثانية لأنه بدي أعطيه بصراحة إحنا بدي أحكي بكل أمانة بالثلاثين ثانية. إحنا عندنا العاملين في مصبات البترول والعاملين في الشركة اللوجستية خط أحمر، إنه الآن بكل صراحة لأنه فيش واجبات ولا في أسباب، أنت مس حقوقهم، وإذا يقنعون الحكومة أمام الشارع الأردني إنه في مبرر، إحنا مستعدين من أجل الشعب مش من أجل مجموعة بدها تنفذ مخططات لشركات أخرى وتسلمها، البلد على طبق من ذهب ما بنسلم بلدنا ولا بنسلم قطاعاتنا ولا بنخلي عمالنا يصيروا، أقول لك بصراحة، يمدوا ديهم على باب هذه الشركات ويشحنوا كرامة المواطن الأردني أكبر من مصر، واللي بده يحمل كرامة المواطن الأردني ما بيحميها بالتنظير والشعارات، يحميها في مطبخ المواطن الأردني وفي جيبته وفي مصروفه وفي رفع الكفاف عن أسرته. أخي حمادة، يعني أنا دائما بحب تختم أنت هذا المشهد، يعني مرعب ومربك، ويعني لا أمان اجتماعي ولا أمان وظيفي، وزي ما حكى أبو ذر الغفاري، عجبت للرجل لا يجد قوة عياله فلا يخرج للناس شهرة سيفه، مش لاقوك. شكرا. أكيد إحنا ما بنحكي إنه الوضع مشرق وممتاز، هناك سلبيات عديدة، وانا يعني ما بدي اركز على الجانب الايجابي حتى ما يقولوا والله احنا بندافع عن جهه معينه، لا اكيد. الان زي ما حكينا احنا الان في حوالي 7 نزاعات في هذا العام 2018 ما زالت قائمه، 7 نزاعات تشمل كل الوطن، نزاعات كهرباء كبيرة، معلمين، نزاعات كبيره ومؤسسات، يعني البلد بتنشل. لا ان شاء الله، ان شاء الله الامور ما بتمشي بهذا الاتجاه. الحلول زي ما حكينا انه يجب ان يكون هناك حلول جذرية لحماية العاملين وفرص، نعم. العمل، وإحنا في تجارب على فكرة مرينا بمراحل كنا ما ننام الليل، والإخوان بيعرفوا نزاعات تستمر للصباح. صحيح. وفي أمور أقصى من هيك، أنا ما بحكي إنه الوضع الحالي هو يعني بمعنى صحي، ولكن هذه الفترات بتمر على الوطن بين فترة وأخرى، وفي عام 2012 على فكرة أكثر فترة صار فيها نزاعات وأصعبها كانت، ولأسباب متعددة، كان فترة الربيع العربي وزادت، نعم. عدد النزاعات ليس فقط في عددها ولكن في آثارها وفي حجمها وفي خطورتها، حتى فترة نزاعات المعلمين وإضراباتهم كانت. صحيح. في 2012 أيضا، وقيس على ذلك كل المؤسسات في فترة واحدة كلها ضجت، وكانت النزاعات والاحتجاجات حتى من القطاع الحكومي، موظفين حكوميين غير الشركات المملوكة للحكومة، كان موظفين حكوميين في مؤسسات حكومية يثيروا نزاعات ويعملوا إضرابات. أنا بقول إنه هذا الأمر يعني صح وصعب وقاسي، ولكن في كل الأحوال كل الدول تمر فيه، وفي زمننا في الأردن من السنوات الماضية وإلى الآن مرينا في نزاعات ومشاكل وإلى آخره، والإخوان هاي شيئا من وراء الشغلات هاي، بس أنا بحكي أنه يجب أن نتحصن أكثر. في خلل إحنا أشرنا إلى بعض الجوانب، أهم شيء أو أكثر قضايا بتؤدي إلى النزاعات هو شعور العامل بأنه أولا غير محمي في الاستقرار الوظيفي، غير محمي في المساواة، وبشوف ناس بياخذوا الأجر منه والعمل المماثل، مفيش عدالة بين الناس، نعم. والأقصى من ذلك فرص العمل اللي بتروح أحيانا، يعني بما معناه زي ما حكى الأستاذ علي، وهي نقطة مهمة على فكرة اللي هي موضوع العقود المحددة المدة. الآن بعض الشركات في المملكة الحكومية غير المملكة الحكومية بدأت تتهرب من المسؤوليات بتوقيع عقود محدودة المدة. وشو بيعني العقد المحدود المدة؟ بمعنى أنه بعد سنة قد أوقع أجدد معك أو لا أجدد، أو لا أجدد. وعلى فكرة في المعايير الدولية يجب على الدولة، شوف كيف، يجب على الدولة أن تحدد الحالات التي يوقع فيها عقود محدودة المدة في أدنى الحدود،
يعني وان يعني في قطاعات محدده وضيقه بالضبط، وان تمنع توقيع عقود محدده المده في قطاعات اخرى، وهذا الامر يعني يجب ان نصل اليه في يوم في قانون العمل الجديد. انا يعني في نهايه الحلقه لا يعني اجد الا قصه مدير المدرسه اللي تجوز اخت الاذن، فبعد فتره الاذن صار يترفع لانه مدير المدرسه نسيبه، فصار مدير المدرسة مدير تربية فرفع الآذن صار أستاذ، بعدين مدير التربية صار أمين عام رفع الآذن مدير، بعدين مدير التربية صار وزير فرفع الآذن صار مدير تربية، بعدين شكلوا لجنة لدراسة أوضاع المعلمين والتعليم في الأردن، فاتصل الآذن في مديره ووزيره الذي أصبح وزيرا قال له خربت بيتي، قال له ما تخاف إشي أنت رئيس لجنة مراقبة جودة التعليم وأخشى أن حكومتنا تديرنا على نظرية الآذن والمدير، ألقاكم على خير. شكرا.